اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله والديك سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، يا سيد الكائنات، صلى الله عليك وعلى وصيك أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة المطهرة فاطمة الزهراء، صلى الله عليك وعلى ولديك الإمامين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، خصوصا آخر العدد، ومن به نطلب من الله النصر والمدد، إمامنا وصاحبنا. سيدي عظم الله لك الأجر في مصاب جدك رسول الله، مصيبة ما أعظمها وأجلها، مصيبة بكت لها السماوات العلى والأرضون وأهلهما يا رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا غريب يا مظلوم، هو الدهر بالإعجال تسري ركائبه، كما كان بالآجال تسعى نوايا وائبه، تولع بالسادات في كل محنة، فما سيد إلا رحنه صوائبه، وحسبك موت المصطفى خير سيد، ومن عمت الأكوان طر مواهب، قضى فقضى من بعده الحق واختفت، هي بأستار ليل الجور منه كواكب، وأدمت عليه الكائنات دموعها، هي كما وكفت منه عليها السحايب، وهل عدلت يوما رزية ميت، رزية يوم مات فيه محمد، وهل فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد؟ حذرنا عاد المصطفى زايد ونينه، خلقوا المنزل لا حد يدخل عليه، حذر نادي المصطفى زايد وني،
غلقوا المنزل لا حد يدخل عليه. ليتك يا شيعي تشوف حيدر حلو لطبة، ليتك يا شيعي تشوف حيدر حلو لطبة. راس الرسول ملازم النية وفاتح الباب، ينادي يا احباب يم المصطفى قربوا للوداع. لا تروح منا الروح غير مودعينا، اخ بالارض رجه وبالسماء صارت زلازل. ذاك الملك صعيد وهذا الملك نازل، واما المصيبه عندي حلال المشاكي يجذب الوني والدمع يجري بعيني. آخ آخ يا رسول الله، يا نورك يا ابو ابراهيم من غاب، نورك يا ابو ابراهيم من غاب، اظلم على فراقك المحراب. يا والله واظلم على فراقه، يا كل محراب قلبي عليك انصدع وانعاب وانعاب يا حجة الله وللفرج باب. يا والله جسمك يضم اشلاها، يا للتراب. ولكن الامر لله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في وصف رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله داعيا إلى الحق، شاهدا على الخلق، فبلغ رسالة ربه غير وان ولا مقصر، وجاهد في الله أعداءه غير وان ولا معذر. صدق الله العلي العظيم، وصدق باب مدينة علم رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة وكلام الإمام علي سلام الله عليه تدلاني على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتحرق وكان يتقطع أسفا على أولئك الذين لم يهتدوا بهدي رسالته. لهذا سيكون حديثنا في هذا اليوم العظيم، في يوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، في ثلاثة أمور. الأمر الأول: دعوة النبي كانت على مراحل، فما هي المراحل التي مرت بها الدعوة
وما هي الأذايا التي حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله خلال ذلك؟ الأمر الثاني، ما هي أساليب الدعوة التي كان يستخدمها صلى الله عليه وآله؟ الأمر الثالث، ما هي خصائص الدعوة؟ هناك أربع خصائص سنعرض لها إن شاء الله على التوالي. الأمر الأول، مراحل الدعوة. مرت دعوة النبي صلى الله عليه وآله بمرحلتين. الأولى فيها خفاء وسرية وعلنية. الخفاء والسرية خلال 3 سنوات، بعد 3 سنوات بدأ النبي صلى الله عليه وآله بإعلان الدعوة. المرحلة الثانية تسمى بمرحلة الشمولية، يعني أنه لم يقتصر على مساحة معينة جغرافية، وإنما وصل إلى كل القبائل، وهذا يسمى بعام الوفود، استقبل كل الوفود، وكذلك أرسل المبعوثين والسفراء والكتب إلى القبائل تارة وإلى الدول التي كانت معاصرة لزمانه صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى قلنا تتميز بأمرين، بالسرية. لماذا؟ أولاً، لماذا المرحلية؟ ليش النبي تدرج؟ تدرج لأنه لا يمكن أن يكون النبي يأتي بالدعوة مباشرة وبكل ما عنده، وذلك لأن المجتمع الذي كان يعيش مجتمع قبلي، مجتمع القبلي متعود على أشياء وعلى أنظمة، فالنبي لما يجي بكلها يحرم عليهم كل شيء ويدعوهم إلى كل شيء، ما يتحملون. ولهذا تدرج النبي صلى الله عليه وآله، حتى بالنسبة إلى ماذا؟ الجوانب الخلقية. كانت أخلاقهم، بعضهم يئد البنات، بعضهم يقتل الأطفال، بعضهم مثلا ها بعضهم يصل إلى حد شرب الخمر، وكانت عندهم عادة شرب الخمر، بحيث أنه بعض الصحابة كان يفتخر بأنه قد شرب العتيق من الخمر في أيام الجاهلية، وبعضهم اشترط على النبي جاي إليه قال له بأنه ما يخالف، إحنا نؤمن بيك بس هذا الخمر ما نقدر نقطعه، إذن لنا بأنه يكون الخمر. ولهذا حتى الخمر حرم على مراحل. فإذا الجانب الخلقي، الجانب ماذا؟ الثقافي، ما كان عندهم وعي، شلون يتحملون هذه الرسالة بكل ما فيها من وعي؟ فالنبي تدرج لهم صلى الله عليه وآله، فبدأ بالعمل السري. شنو العمل السري؟ العمل السري مو معنى أنه ينغلق على الناس، لا، العمل السري المقصود به الفردية لا المجموع، يعني خاطب فرد يتوسم في فرد أنه يؤمن فيخاطبه بالإسلام. ثانيا، يراد منها أنه يريد من أصحابه أن يكونون بعيدين عن أعين المشركين لئلا يؤذوهم، لأن المشركين أيها المؤمنون آذوا النبي، سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء تارة بالشتائم، تارة بالسباب، تارة بماذا؟ بتعذيب أصحابه. فعلى كل حال، كان النبي يريد منهم أن يجتنبوا ماذا؟ الجهرية لئلا يؤذوا حتى في الصلاة. هذه الآية المباركة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، شلون نزلت هذه؟ نزلت لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه إذا قرأوا بقراءة جهرية يسمعونهم المشركين، إذا سمعوهم إجوا لهم آذوهم، فالنبي صلى الله عليه وآله نزل عليه القرآن ليقول له لا، احفظ أصحابك. الذين آمنوا به صلى الله عليه وآله خلال فترة ما بين 1 السنة الأولى إلى السنة الثالثة 40، ما كانت الدعوة منتشرة. وطبعا أول من آمن به من النساء خديجة سلام الله عليها والإمام علي سلام الله عليه، حتى قال بعضهم يقول مررت بالكعبة فرأيت رجلا يصلي، و
من ورائه أو إلى جنبه الأيمن صبي، ومن ورائه امرأة. كان العباس ابن أبي طالب بعدما يؤمن يقول: قلت له: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله، يدعي أنه بعث. ولم يؤمن به إلا من؟ قال: آمن به زوجته خديجة، هاي المرأة اللي تشوفها متحجبة وراء، هذه زوجته، وابن عمه علي بن أبي طالب. هاي صلاة جماعة، كان الإمام هو الرسول، المأمومان هما علي وهو خديجة سلام الله، وهذا يمثل الرجال وهذا يمثل النساء. يقول: إلى أن دارت الأيام والسنين فدخلت في الإسلام، فتأسفت. يقول: أنا لو كنت ذاك اليوم مصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إن شاء ما قاله: وهذا الثالث الذي اتم برسول الله، فأكون ثالث من آمن بالرسول صلى الله عليه وآله. هذه أحاديث سعادات، هذه تريد لها أهلية. على كل هذه المرحلة، مرحلة ماذا؟ المرحلة الأولى السرية. ثم انتقل صلى الله عليه وآله إلى مرحلة العلن. مرحلة العلن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم: وأنذر عشيرتك الأقربين. قد يتساءل الإنسان: ليش الأقربون؟ طبعا الأقربون أولى بالمعروف، هذا بلا إشكال. ثانيا، يراد منه أن يجد من يسنده في الرسالة، وأولى الناس بالإسناد هم العشيرة، هم الأهل. إذا فاتك الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجب إن أسلمتك الأباعد. القريب من عندك المفروض هو يعضدك، هذا أولا. وثانياً أراد أن يرسل رسالة إلى ماذا؟ إلى القبائل، يقول لهم: شوفوا، ترى أنا عندي أهلي على قسمين، قسم يعضدني قسم يضدني، لكن أنا من مع من يساعدني ويساندني، وضد من يقف أمامي. ولهذا جاءوا إلى: يا رسول الله، أنت شو تريد؟ إن أردت أن نزوجك أجمل بنات قريش أعطيناك، إن أردت الأموال أعطيناك الأموال، إن أردت أن نؤمرك ونجعلك ملكا علينا نسويك ملك، بس اترك هذا الأمر. قال: والله لو وضعوا، يقول لعمه أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أو في يساري ما تركت هذا الأمر أو أموت دونه. فيقول لهم: ترى هاي جدية، هذه رسالة حقة، هذه مين مصلحة، هذه ماذا؟ هذه رسالة للأجيال كلها، وأنا دونها لا بد أن أجاهد عليها. دعا الأقارب، دعا 40 من أقاربه، وكان علي عليه السلام هو اللي صنع الطعام. الله، مع صغر سن هذا الرجل العظيم. ها، على كل حال، فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين باللسان ثقيلتين بالميزان، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. وش تقولون؟ ومن يؤازرني على هذا الأمر يكن أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي من بعدي. فلم يقم أحد إلا علي. ثانية: لم يقم أحد إلا علي. في الثالثة قال لعلي: أنت أخي ووزيري ووصي ووارثي وخليفتي من بعدي. كان عبد العزة له أبو لهب اسمه عبد العزة، التفت إلى أبي طالب قال: لقد أمر ابنك عليك، سواها أمير عليك. المهم، مع الأسف تجد الآن بعض الكتب تحرف هذه الكلمة. هذا أول بيان صادر من الرسول بأن الخليفة والوارث والوصي علي بن أبي طالب،
وكلها موجودة في كل الكتب هذه. سبحان الله، لا توجد كتاب يتحدث عن السيرة إلا ويأتي بهذه العبارة، لكن مع الأسف حرفها الطبري وحرفها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من يؤازرني فيكن أخي، وكذا وكذا. فقام علي فقال: النبي أنت أخي، وكذا وكذا. ومع الأسف حتى هيكل في حياة محمد، هذا الكتاب المعروف، طبعة الأولى موجودة كاملة، طبعة الثانية لا، حذفوها، حذفوا أنت أخي بس خلوها وكذا وكذا. زين كذا وكذا شنو؟ خبرونا كذا وكذا شنو؟ أنت النبي صلى الله عليه وآله جاي تدعو وتبشر، تدعو الأجيال، أنت تصف إنسان تقول كذا وكذا، أنا أتساءل ما معنى كذا وكذا؟ أليس هذا ضحكا على العقول واستصغارا بعقول الناس؟ هذا أولا. ثانيا، هذا خلاف الأمانة العلمية. أنت إذا أردت أن تنقل قولا لأحد لابد أن تنقله كله، مو تقتطع منه شيء، فإنك إذا اقتطعت منه عبارة تختلف المعنى. هذا اثنين. ثلاثة، أنتم بتحريفكم هذا حرفتم نصف الإسلام. ليش نصف الإسلام؟ لأن الإسلام يعتمد على أمرين، يعتمد على القرآن وعلى السنة، وهذه سنة رسول الله، فلما تحرف لي قول من أقوال رسول الله كأنك حرفت السنة كلها، يعني معنى ذلك نصف الإسلام محرف. أليست هذه جريمة في حق الأجيال أن يحرف نصف الإسلام؟ مصيبة يعني. وشنو السبب؟ عصبيات. شنو السبب؟ حقد. شنو السبب؟ نار حسد في قلوبهم على علي بن أبي طالب سلام الله. انتقل النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العلل. أول ما أمره الله جل وعلا: لتنذر أم القرى وما حولها. أم القرى مكة، ما حولها المناطق المحيطة بها. زين، النبي صلى الله عليه وآله أول ما بدأ، بدأ من جبل الصفا، صعد على جبل الصفا، قال: وصباحاه. وصباحاه هذه عندهم هناك كلمة الجامعة، يعني لما واحد يريد مثلا عنده أمر مهم، عنده خطاب مهم، ينادون مثلا وصباحاه فيجتمعون حوله. فقام صلى الله عليه وآله قال: ماذا تقولون إن قلت لكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم؟ فهل تصدقوني؟ يعني العدو بيجيكم إما صباحنا وإما مساء، صدقوني لو لا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنت الصادق الأمين. فالتفت إليهم قال: إني نذير بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا أنقذوا أنفسكم من النار. من الذي وقف أمامه؟ أبو لهب. قال: تبا لك، حاشاه، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية، السورة المباركة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآية. شلون مواقف هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يأتي ويدعو الناس، خصوصا أيام الحج، أيام الحج، لأن الحج كان موجود من الزمان السابق، كانوا يحجون إلى بيت الله. حتى الفرس كانوا موحدين، ترى قضية هاي الصائل، قضية المجوسية طارئة على إصفهان، طارئة، وإلا كانوا موحدين. وكان ماذا؟ وكانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى بيت الله الحرام، ومنهم ملكهم المعروف يسمونه ساسان ابن بابك، هذا كان يحج إلى بيت الله الحرام، حتى قال فيه الشاعر: وما زلنا نحج البيت قدما. هذا الشاعر العربي،
قدما يعني قديما. وما زلنا نحج البيت قدما ونلقى بالأباطح آمنين. البطحاء بطحاء مكة. وساسان بن بابك هذا فارسي ملك فارسي. وساسان بن بابك طاف وساسان بن بابك يطوف بالكعبة دينا، يعني هذا كان من ديانته. وطافان بن بابك طاف حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا، فطاف به وزمزم، يعني هم راح إلى ماء زمزم وشرب منه، فطاف به وزمزم عند بئر لإبراهيم تروي الشاربين. فكان النبي يأتي الوفود الحاج يدعوهم، من يتعقب يتعقبه أبو لهب. يقول ربيعة بن عباد في السيرة سيرة ابن هشام، يقول حججت، كنت في موسم الحج مع أبي في منى، فرأيت النبي، هو طبعا ما يقول النبي، يقول رأيت محمدا صلى الله عليه وآله إجا ويدعو الحجاج. بينما هو كذلك وإذا برجل أحول، هذا هو أبو لهب يقولون كان أحول، وإذا برجل أحول أخذ حجرا فقذف النبي به، قذف النبي بالحجر، النبي ما قال شيء. شاف النبي ما عنده ردة فعل، حين ذلك ماذا؟ شتمه، سبه، فلم يتأثر النبي صلى الله عليه وآله وخلص شغله. يقول بعد ذلك أتى أبو لهب إلى الناس الذي دعاهم النبي إلى الإسلام، قال لهم لا تصدقوا هذا الرجل، فإنه يريد أن يصدكم عما تعبدون. إحنا نعبد 360 آلهة، الآن يجي رسول الله ويدعونا إلى آلهة واحدة. انتقل النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الشمولية. الشمولية يعني بعد توطيد ماذا؟ توطيد أركان الدولة في المدينة، فبعث المبعوثين والشفراء والكتب إلى الملوك والقبائل، وسموا ذاك العام بعام الوفود، يسمون عام الوفود. زين، هذه الحركة التي قام بها النبي شنو كان أسلوبه؟ أسلوب النبي أسلوبين، الأسلوب الأول الحوار المباشر، الأسلوب الثاني الاتصال المباشر، وهذا هم أنجع أسلوبين لنجاح كل قضية. قضية ما تنجح إلا بهذين الأسلوبين. الأسلوب السلمي هو هذا، حوار مباشر واتصال مباشر. من يقوم بالحوار المباشر؟ من يقوم بالاتصال المباشر؟ من بيده الحل والعقد؟ ولا يخلوا لك فد واحد، ها سيمانديقا على قولة الهنود، ايش فايده فيها سيمانديقا؟ ها واحد يكون عنده حل، عنده بيده ربط وحل وكذا وها وراي. اما اذا يجيبون واحد لا مراوق، ها ينعق ناعق، ما يفيد. ولهذا النبي بنفسه صلى الله عليه هو يحاور، كما صار في قضية مباهلة، النبي صلى الله عليه وآله هو يتصل اتصالا مباشرا. زين، هذا شنو فائدته؟ له فائدتان. الفائدة الأولى أيها المؤمنون، يقوي العلاقة النفسية بين المحاور والمحاور، بين المتصل والمتصل به. ليش؟ وجها لوجه، خصوصاً إذا يشوف أخلاق رسول الله ويشوف كلمات رسول الله وجوامع الكلم، ها يملك الطرف الآخر بمشاعره. ولهذا حتى احنا في الحالة الاجتماعية، شوف أنا أضرب لك مثال، تسمع عن السيد السيستاني، تسمع مثلاً عن تشوف صورته، ربما تشوف له فيديو، لكن لما تروح تتصل بهم واتصالاً مباشراً تقعد قدامه غير، تجد العلاقة تختلف. حتى احنا نحن الآن في ذكرياتنا لأهل البيت عندنا قنوات، وقنوات مشكورة، إلا قنوات الفتنة هذه خليها منا ومنا، هؤلاء يجب أن يزالوا. لكن القنوات الملتزمة شو يخلون فيها واحد ويقرأ وكذا،
صحيح أنت تستفيد منه، لكن هل هو كحضورك في المأتم أمامك الخطيب ويتا يلتفت إليك وأنت تلتفت إلى أصل العلاقة النفسية تكون أكبر، التأثير يكون أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله إذا مثل النبي صلى الله عليه وآله ويحضر ما له تأثير؟ له ليه تأثير؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قسم منهم يؤمنون وقسم لا، تأخذه بالعصبية، هو مؤمن يقول هذا صادق لكن لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى من خلال الحوار المباشر والاتصال المباشر أن الدعايات والشائعات تتبدد. شنو اللي يخلي الشائعات تتوطد وتترسخ؟ لأن ما في اتصال، ما في حوار، وخصوصا إذا وجدت لها قوة ومال وكذا، ها، وزارة خاصة، ها، حين ذلك تتكثف الدعايات وتتكثف الشائعات. في زمان رسول الله طبعا ما كان مثل هذا موجود، وزارة الإعلام ووزارة الكذب ماكو، بس أكو أفراد يقومون بذلك، ها، يقومون يقول هذا رسول الله ساحر، هذا رسول الله كاهن، هذا رسول الله شاعر، هذا رسول الله كذا. لما يتصل بهم الرسول لا يشوفون الحال تختلف، منو قال لك هذا مجنون؟ هذا يحمل عقل العالم كله، هذا أبو العقل، منو يقول هذا؟ ها، هذا اللي يسمونه كذا، هذا يحمل الحكمة، بل هو أبو الحكمة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وآله يأسرهم بمنطقه ويأسرهم بخلقه ويأسرهم بعلمه وحكمته صلى الله عليه وآله. بعد أن عرفنا ذلك نأتي إلى الخصائص مختصرا نستفيد اليوم. الخصيصة الأولى في دعوته صلى الله عليه وآله أنها كانت متسمة بالمحبة الشديدة للناس، كل الناس آمنوا به أو لم يؤمن، كان يحب النبي كلهم يحبهم. ولهذا لاحظ القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، عزيز عليه ما عنتم، خطاب لمن؟ للجميع. حريص عليكم، للجميع، لكن بالمؤمنين رؤوف رحيم. أضرب لك مثال، أنت الآن عندك ولدك، الله إن شاء الله يخلي كل أولادكم إن شاء الله ملتزمين، لما ينحرف ولدك أنت تتأسف، ليش ولد انحرف؟ تحبه وتتأسف وتتقطع، زين، لكن لما يرجع إلى خط الالتزام يزيد حبك. فالنبي يحب الجميع حتى المنحرفين حتى العصاة، لكن لما يرجع عن العصيان يحبه أكثر. هذا جانب. الخصيصة الثانية أنه وجداني، يعني الرسول مو فقط لأنه رسول يدعو الناس إلى الإسلام، لا، لأن وجدانه معهم. ولهذا القرآن ماذا وصفه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مو حسرة واحدة، يعني النبي مو يتحسر تحسر واحد، حسرات، آهات، عند يغتم. ليش؟ لأن هؤلاء لم يهتدوا، لأن هؤلاء لم يهتدوا. بعد الخصيصة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله يتحرز من تنفير الناس، دائما يشوقهم، دائما يبشرهم، ما ينفرهم لا كلاما ولا فعلا. وهذه مهمة ترى، يشوف الإنسان المبلغ أولا يكون منطقه مشجع للناس، ثانيا لا ينفرهم لا بكلامه ولا بفعله. شلون ولا بفعله؟ يعني تشوفه من خلال الخطاب، تشوفه يدعو إلى أشياء، لكن لما تراه في الفعل يخالف أقواله، هذا تنفير للناس. لأن التنفير إما أن يكون كلاميا وإما أن يكون سلوكيا. النبي كان يوصي كل من يريد التبليغ يقول له يا معاذ بن جبل، هذا مرسلنا إلى وين؟ إلى اليمن.
قال بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. ثم يقول صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. فرائض واجبة، معاملة الناس بالحسنى تعتبر واجبة اجتماعيا. هذا ما يصير إلا بهذا، وإلا إذا بتعاملهم بالقسوة وبالغلظة ما يعبدون الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معادلة. والخصيصة الرابعة لرسول الله أنه اهتم بالمستقبل، ما ترك الناس سدى. لا، هؤلاء الذين يقولون أن النبي خرج من الدنيا ولم يوصي، خرج من الدنيا ولم يخلف خليفة، خرج من الدنيا وليس عنده قائد بعده، خلاف المنطق، خلاف العقل، خلاف كل شيء. أولا، إما أن نقول أنه خرج وترك الأمة على ما هي عليه، هذا خلاف المصلحة. الآن أنت لو عندك مؤسسة أيها المؤمن تغيب عنها، افرض 3 شهور 4 شهور، ألا تخلف مكانك من يرعى تلك المؤسسة؟ وإلا تضيع. فكيف بمؤسسة للعالم كله ولكل الأزمنة؟ هذا جانب. الجانب الثاني أن قضية رسول الله صلى الله عليه وآله، الإسلام معرض للخطر. اللهم صل على محمد. شلون معرض للخطر؟ معرض للخطر من الداخل، من المنافقين، جماعة أبو سفيان وجهان، هذا الذي بلحيته الصفراء يؤلب بسم الله العصبيات القبلية، ومعرض للخطر من قبل الروم. فكيف يترك الأمة بلا قائد يدفع عنها الأخطار؟ ثانيا، لو فرضنا أنه لا، قال شورى بينكم، انتون فيما بينكم حلوا القضية. وين الشورى يا جماعة؟ أين الشورى؟ الشورى يعرفون هم الأول، يعرفون شنو معنى الشورى، يحتاج ليه تعبئة. ثانيا، نجد أن الذين تولوا الأمر ما عملوا بالشورى. أي شورى يا أيها المؤمن؟ تتم وعلي مبعد، معقولة؟ عقل الأمة مبعد، أعلم الأمة مبعد، أقضى الأمة مبعد، أين هذه؟ أين الشورى؟ ولهذا تمت هي، أنا ما أعتبر شورى، هذه غدر. ثم جاء لما أن حضرته الوفاء: إني استعملت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا. قال: ليش ما سويتها شورى؟ أنتوا تقولون شورى؟ وين الشورى؟ ليش حكتونها في السقيفة وتالي الآن تقول استعملت عليكم؟ المسألة مخططة. جاء بعض من الكتاب قال: لا، خوفا على الإسلام وخوفا على المسلمين، حديث عهد بالإسلام. يعني هذا يخاف على الإسلام ورسول الله ما يخاف على الإسلام؟ ثانيا، حديث عهد بعد رسول الله أكثر حداثة بماذا؟ بالإسلام. فكيف رسول الله لا يخشى على الإسلام وهذا يخشى على الإسلام؟ ثم أين الشورى؟ وين الشورى؟ الشورى في حكومة بني أمية، حكومة بني العباس، حكومة بني عثمان، الآن ما عليك منهم. الشورى هناك يد واحدة هي التي تحل وتربط. عندنا حق النقض الفيتو، إن قال نعم قالوا نعم، قال لا قالوا لا، ينعقون مع كل ناعق. أين الشورى؟ هذا كلام لماذا؟ لشراء الضمائر ولتقضية الوقت. الآن ماكو شورى، مو في زمن رسول الله، ذاك الزمن 14 قرن شورى. إذن لابد أن يضع الرسول من مكانه نائبا عنه، هذا معد أعده الله وأعده رسول الله صلى الله عليه وهو علي.
من أول يوم بدأت الدعوة، من يكن وزيري، من يكن أخي، من يؤازرني يكن أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي. هذا أول خطوة وضعها النبي صلى الله عليه وآله، وبدأ يدعوهم إلى كتاب الله وسنة وماذا وعترته. وبدأ صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وإذا به ينصب عليا خليفة ها ووليا، وبعده تأتي قضية تأمير جيش أسامة وقضية الكتاب، وكلها موجودة يا مولانا، كلها موجودة في الصحاح كما يقولون. يعني لاحظ صحيح مسلم الجزء الرابع، صحيح البخاري الجزء الخامس، طبقات ابن سعد في الجزء الثاني، ينقلون قضيتين. الأولى قضية تأمير أسامة ابن زيد، وأمر النبي الأعيان المهاجرين والأنصار أن يخرجوا معه. لماذا؟ لئلا يبقى في المدينة من يطمع في الإمرة بعد رسول الله. ورجعوا، ما راحوا مكان، رجعوا. لا نريد أن نسأل عنك الركبان، النبي مع العلم أنه في حالة ضعف من المرض قام متوكئا على الفضل بن العباس وعلى علي بن أبي طالب، ثم صلى صلاة خفيفة وصعد على المنبر وقال: نفذوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، كررها ثلاث مرات. وهم الآن يقولون لنا: ليش تلعنون عمر بن سعد؟ رسول الله عاها. وش أقول أنا؟ أقول لعن إمام عمر بن سعد، مو لعن عمر بن سعد. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. منه عمر بن سعد اللي تخلف؟ لو من الكبار، كبيرون في الجرم والجرم، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتوني بدوات وكتف. الله، غاصة الحجرة، حجرة رسول الله غاصة بأصحابه. آتوني بدوات وكتف، وإذا برجل كما يقول مسلم ما يقدر يصرح به. البخاري قال رجل، لكن ابن سعد صرح، قال عمر. ماذا قال؟ إن النبي ليهجر، إن حرف توكيد، ليهجر اللام لام توكيد. الرجل متأكد أن النبي يهجر، يعني مو معصوم. 23 سنة أنت وياه يا حضرة عمر، الحين عرفت النبي يهجره؟ يا الله. جاء بعض خففها، قال: لا هو اللي سأل سؤال، قال: أهجر النبي؟ هذه الألف، هذه الهمزة يسمونها همزة الاستفهام. يا مولانا شلون يستفهم؟ يعني ما استفاد من حياته ويا ما رسول، يعني شكاك. وإذا شكاك بعد ما أدري حكم الشكاك، أفتونا ما جري، ما حكم الشاك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض بعد قال: حسنها، سوى عليها ها ديكور وتزويقات وما شنو ها وتزويقات. قال: غلبه الوجع. زين، غلبه الوجع نتيجة شنو؟ فهذا تأذر رسول الله، قائدكم يريد يفارقكم وأنتم تؤذونه بكلمات ها، هذه الكلمات جرح في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. تنازعوا عند رسول الله. يقول ابن عباس: لا يجوز التنازع عند ربي، عند رسول الله صلى الله عليه وآله. آتوني بدوات وكتف وأنتم تخاطبونه بهذا الخطاب. أفاق. قالوا: أنا أتيك بدوات وكتف. قال: أبعد الذي قلتم ونسبتموني إلى الهذيان، لكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. يا رسول الله، لو أوصيتهم بأذاياهم لا ما زادوا على ما فعلوا، لما زادوا على ما فعل. أنت على ماذا؟ أنت على المغتسل والقوم. ها يشاورون: من يأمنا بالصلاة؟ من يكون الخليفة؟
وين ندفن رسول الله؟ لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وأنتون. ولهذا إخواني أنا عندي اعتقاد أنهم من يوم أمس ماكو أحد ويا رسول الله من دليل أبدا، كلهم كانوا بعيدين عن رسول الله ويخططون، يقول لك بس نريدها يلفظ أنفاسه حتى نقوم بالغدر. ها وبقي علي وفاطمة وأهل بيتها يشوفون رسول الله على تلك الحالة. تأتي فاطمة بأبي ونفسي فترى الرسول ها على فراش المرض وقد ضعف حاله، يفيق تارة وها ويغشى عليه أخرى وقعت عليه ودموعها جارية. ثم التفتت إلى علي عليه السلام بلسان الحال تقول غمض عيون وشيل وسادة يا أبو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي. أوالي اللي غربت عينه يا بين عمي دس باليديه شوفه يدير العين لين ومد رجله. جبريل ينعاوي الفلاك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطل البواج انشعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزش تفقدينا وثوب المصايب عقاب عيني تلبسينا ومنك يكسرون العدب الباب ضلعه. فاطمة كأني بك وقد دخل الذل بيتك يكسر ضلعك يوجأ جنبك وأنت تستغيثين فلا تغاثين. خرت على أبوها تصيح بدمع سجاء إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباب. وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا حد علي يشتري يا قرة العب. اي وصاه لكن ماذا يفعل بهؤلاء القوم؟ الله أوصيك بها يا علي يا علي وانت حماها. أوصيك بيها يا علي وانت حماها. تدري بهالبضعة يأذيني أذى. وأقبل الحسن والحسين يبكيان ويصرخان روحنا لأرواحنا لروحك الفدا يا رسول الله. وقعوا على جسد رسول الله. أراد علي أن ينحيهما قال دعهما حتى أتزود منهما يتزودان مني ودعهما ويودعاني. يا رسول الله هذا الحسن مشعب قلبه من يجبر وهذا الشهيد حسين يا أهل يشيم نحرا وياهو عقب عينك يحط فوق صدر. دلت يا أبو إبراهيم من بعدك الشبطة آخ آخ قالها يا فاطم لو جرعت كاس المنية جيبك يا زارة لا تشقينا علي. صدل الحسن ومدام عب خده جرية شاف الحزن نحل عظامه وقرح العين قال لي يا عقلي ذوبت قلبي من بشاك
ونادى يا ابو الحسنين بالله سكت ابناك ودعتك الله يا علي والملتقى هناك وشبجت الزهرة على رسول الله بليده ولن واحد على الباب. الله هنا لابد أن تقع الفاجعة الكبرى، لابد وأن تضج الكائنات، الكل ينادي ومحمدا ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه يقلهم يا اهل بيت النبوة والإماء بالله ادخلون على المظلل بالغمام انا اطلب الرخصة من النبي سيد الكون. نادى النبي قومي يا زهرة وافتح الباب هذا الذي ما يخاف من حاجب بواه يم الحسن هذا المفارق بين الأحباء. بس الله الله عقب عيني بحسن وحسين الله دخل ملك الموت على رسول الله هذا الذي تقول في الزيارة قبضه قبض رأفة واختيار وخيره بين الإقامة في الدنيا بين خزائن الدنيا والخلود فيها وبين لقاء ربه. ها جبرائيل قال لي يا رسول الله الجنة قد زينت وزخرفت حور العين قد تزينت أبواب الجنة قد فتحت لماذا تريد أن تستقبل روحك يا رسول الله؟ قال إذن يا ملك الموت خذ فيما أمرت به. يقول كان جبرائيل عند رأسه وملك الموت قابض لروحه أخذ عليا إلى الرداء جذبه إليه ووضع فيه على فيه ثم مد رجليه وأسبل يديه وفاضت روحه الشريفة. خرج إمامنا علي مناديا عظم الله أجوركم في نبيكم فارتفعت الضجات والنياحات الكل ينادي ونبيا. أما فاطمة 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 تنوح نوحا نوحا وبكاء يقطع نياط القلوب أبتاه يا رسول الله إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نكبهم. وخصوصا لما رأى ذلك الجسد الطاهر على المغتسل والأنوار تتساطع منه إلى عنان السماء اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البرية يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله سفر الكفن عن غرته تودعه اشباله هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاله هذا الشهيد حسين عبرة جرية هذا الشهيد حسين عبرة جرية. علي يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة
قبل انت شيل خله تودع هيتاما منا بعد ما نرتجي للبيت جاية منا بعد ما نرتجي للبيت جاية بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهنسك بالماي طول على المغسل شعبني وفتت حشاي ما مرود قلبي وموحش الدنيا علي ما مرود قلبي وموحش الدنيا يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفانه ولا يعز انشال عنا ولا لفانه هات بعد الصير عيشتنا هنية هات بعد الصير عيشتنا هنية يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه يلي تهيلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محياه قشرة تراه يصير عيشتنا بلايا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا بعد نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت معها الزفرات يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم نحن المضطرون نسألك بحق المضطر وبآبائه الطيبين الطاهرين وبمولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة نصرت مظلوميها أهلكت ظالميها حققت سؤلها ومطالبها فرجت عن أحرارها وحرائرها أرجعت مغتربيها ومفصوليها معززين مكرمين شفيت مرضاها والمجروحين احفظ جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين تقبل منا ومنكم ومن القائمين على هذا الشرف العظيم إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا وخطبائنا وصلحائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الطاهرين